بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. والدرس رقم 24 التصويت او الفوتنج، ازاي ممكن تضيف ازر الاختيارات في الرساله بتاعتك. تعالوا نقول ان احنا عندنا سيناريو، عندنا 200 موظف عايز اقسمهم على 3 اجتماعات ما بين الاربعاء والخميس والحد، وعايز الناس هي اللي تختار الايام، وكل ده عايز اعمله بالايميل، يعني نقسم الناس ويطلعوا مجموعات. فهل ممكن اعمل رساله لما توصل للشخص يكون فيها سطر زي ده بيقول ان الرساله دي تحتوي على أزر الاختيارات، وان انت ممكن تدوس هنا عشان تختار، فمجرد ما يطلع له 3 اختيارات بالشكل ده عشان يختار اليوم اللي هو عايزه. لما بيختار اليوم بيبقى عنده اختيارين، يا اما يبعت لي اليوم فقط، يا اما يبعت لي اليوم ومعاه رساله لو هو عايز يكتب رساله، وبعد كده بيبقى مكتوب له في الرساله بتاعته ان انت اخترت يوم كذا، ان هو اختار الحد فمكتوب له ان انت اخترت يوم الحد. الشخص اللي بعت الايميل بيبقى عنده قائمه زي كده، دي كل الاشخاص اللي قدر يبعت لهم الرساله، وهنا الردود بتاعت كل واحد، ايه الرد بتاعه والرد ده كان امتى. تعالوا بقى نعمل الكلام ده عملي. انا هعمل رساله جديده، وقبل ما ابدا هروح لاوبشن واقول له ان الرساله دي عايز اضيف عليها فوتنج باتونز، ازر الاختيارات او ازر التصويت. من كاستم عندي هنا مجموعه من الحاجات الجاهزه زي موافق ورافض نعم ولا. انا اللي يهمني اعرف ايه اللي ما بين كل اختيار والتاني، ما بين كل اختيار والتاني في سيمي كولن، يبقى انا اقدر ان انا اكتب اللي انا عايزه. وليكن هكتب مثلا هل انت عايز تروح القاهره كوما ولا اسكندريه كوما ولا المنيا، عشان انا من المنيا، يبقى انا عندي 3 اختيارات كلوز. خلاص يبقى الرساله دي فيها اختيارات، هبعتها لمين؟ هبعتها لمجموعه من الاشخاص، وعنوانها اختار المكان مثلا. يبقى كل شخص هتروح له الرساله دي هيبقى عنده السطر اللي بيقول له ان انت تقدر تختار. مجرد ما بيدوس هنا هيطلع له 3 اختيارات. الاختيار اللي هو يختاره هيبقى عنده انه يبعته فقط مجرد انه اختيار، او انه يكتب معاه رساله. هنبعته اختيار بس، هتكتب له ان انت اخترت القاهره. هنروح هنا كمان، الشخص اللي بعت الرساله يقدر في اي لحظه يرجع لها الرسالة اللي هو باعتها، أو لأي رد من الردود، ويختار حاجة اسمها tracking view voting response، وريني كل الإجابات. فيبقى عنده قائمة بكل الأشخاص وكل واحد اختار إيه، وعنده هنا ملخص بيقول له عدد اللي اختاروا الحد 1، عدد اللي اختاروا الخميس 1، عدد اللي اختاروا الأربعاء 0. دي الرسالة التانية، آسف، عايزين الرسالة اللي فيها اللوكيشن أهي. عندي واحد اختار القاهرة وباقي الناس لسه ما ردتش، وده اختار امتى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.